أنا سوداني أعمل في دولة قطر، ولي بعض الأغنام في السودان، وقد مضى على وجودي بقطر أكثر من سنة، فهل يجوز تأجيل الزكاة منها إلى ما بعد رجوعي إلى السودان، علما بأنني لم أزكيها في السنة الماضية، وأنا موجود هنا في قطر، وبعد رجوعي إلى السودان هل أنتظر حتى يحول عليها الحول الثاني وأزكي عن الحولين معا، وأزكي عن الحولين معا، أم أعجل الزكاة عن العام المنصرم؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وأنه يجب إخراجها عند تمام الحول مع التمكن من ذلك. وإذا كنت مثلا تغيب عن مالك كما ذكرت من أن مالك في السودان وأنت في قطر، فإنه ينبغي لك أن توكل وتنيب من يقوم مقامك في إخراج الزكاة في وقتها، لأن في ذلك مبادرة إلى أداء الواجب وضمانا لأداء الحق الذي عليك، خشية أن يعرض لك عارض من موت أو نسيان أو غير ذلك فيتأخر إخراج الواجب أو يتعذر. أما ما ذكرت من أنك إذا ذهبت للسودان هل تؤخر الإخراج إخراج العام الماضي إلى أن يأتي العام القادم وتخرجهما جميعا أو تعجل، المتعين أن تبادر بإخراج الزكاة عن العام الماضي، وليس هذا تعجيلا كما عبرت، وإنما هذا إخراج لزكاة تقررت ووجبت عن عام سبق، والتعجيل بمعناه صحيح يكون تعجيلا لزكاة لم يحن وقتها، فأنت يجب عليك حينئذ أن تؤدي الزكاة عن العام الماضي فور وصولك إلى بلدك مع التمكن من ذلك، ولا يجوز لك التأخير إلا لعذر شرعي، لأن في التأخير تفريطا في إخراجها وتعرضا للعوارض المانعة من إخراجها، فعليك بالمبادرة في إخراجها، ولو أنك كما ذكرنا وكلت وأنبت من يقوم بإخراجها في غيبتك ممن تثق به وتثق به أنه يوصلها إلى مصاريفها الشرعية لكان ذلك أحسن وأبرأ للذمة. وعلى كل حال إنه يجب عليك أن تهتم بزكاة مالك وأن تبادر بإخراجها عند وجوبها وألا تتساهل في شأنها. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.